اهلا بكم مشاهدينا ومستمعينا اليوم السابع. احنا دلوقتي طبعا شايفين الدبه سميحه اول ما شافت عم وحيد حارسها الخاص، يعني شايفين الحب اللي بينهم، عماله هي بتقول له ايه يا عم وحيد انت فينك فين الاكل فين اكلك الحلو. عم وحيد طبعا يعني قصه حب بينهم ازيك عم قول لي بقى ايه قصه ايه قصتك بينك وبين سميحه بقى؟ سميحه دي بحبها جدا سميحه، حتى تقول لي عليا تقول لي انا عايز اكل الشوال اللي انا عايز اكل، وفي امان بيني وبينها ان سميحه دي عندها دلوقتي مدخل في 22 سنه. انا هنا خليك تاكل لما تكون سميحه جدا تقول لي عليا عارف ان معايا اكل معايا فلوس في امان، انا حاطط ايده مثلا امان في امان هنا ما بتدورش. لذيذه جدا سميحه من الحاجات اللي حلوه في الجريمه كده سميحه. طاقه جزر طاقه بلح، الوجبه الاساسيه بتاعتها السمك طبعا، ما فيش سمك يبقى في لحمه، ما فيش لحمه ممكن في فراخ، ما فيش فراخ يبقى في فراخ، في رز بلبن. زي ما انتوا شايفين طبعا يعني سميحه مع عم وحيد بتنكش وبتقلب في جيبه وتقول له فين الاكل بتاعك؟ فين؟ قول لي بقى عم وحيد بقى الدبه سميحه بتستقبل زوارها ازاي في تاني ايام العيد؟ بتستقبل زوارها سميحه يمكن دبه سميحه يمكن في اقبال جامد زي ما انت شايف كده على سميحه. سميحه بتعمل حركات بتسلم على الاطفال، انا كلمه على الكتف مثلا سميحه دي ايه؟ كلمه على ياسين، كلمه على ياسين سميحه. هي مشغولة في الأكل لا دلوقتي عم وحيد. سلم على ياسين، سلم على ياسين. أنت اسمك إيه يا بابا؟ سلم على عمر. سميحة. سميحة سلم على عمر. سلم على عمر. سلم على عمر. سلم على عمر. في دوشة شغالة أهو، في مراوح شغالة، في المية اللي هي اللي عندها طبعا زي ما انتم شايفين كمان الزوار يعني مقبلين على الحديقه وفرحانين الزغاريد. قول لي بقى عم وحيد والزغاريد. لا زغرت يا ابني زغرت. قول لي بقى الدبه بتحس ببهجه زوارها بقى ازاي؟ جبت رز بلبن الصبح
زائد اللحمه زائد البيض زائد الفراخ. الحاجات دي بتاكلها على فترات يعني، كل شويه بتاكل وجبه منهم الحاجات دي. بس لو اكلتها سمك ما اكلهاش لحمه، لو اكلتها لحمه ما اكلهاش سمك، ما ينفعش الاثنين مع بعض. بتاكل بقى بعرق قد ايه بقى في اليوم؟ هي بتاكل يعني ممكن تاكلها بتاع 5 كيلو تشكيله، كان لحمه ولا تفاح ولا جزر ولا بلح ولا بس اهم حاجه الخس. الخس ده حاجه اساسيه لازم تاكل خضار، خضار لذيذ جدا. تشرب شاي مثلج، شاي مجمد، ده حاجه كويسه في الجو اللي احنا فيه ده. يا سميح على فكره شوف الذكاء بتاعها، ان هي بتشرب النوى، بتلم النوى يعني، بتلم النوى مش النوى بس، بتلم النوى كمان يعني. سميحه يا سميحه، ممكن احركها معايا، ممكن تتحرك معايا، تمشي معايا. عايزين نتفرج بقى على حركاتها بقى. لا سميحة، انت اسمك ايه؟ سميحة. ايه؟ سلام على يوسف. سميحة سلام على يوسف. ازيك يا سميحة؟ عاملة ايه؟ انت اسمك ايه؟ أم أدهم. سلام على أم أدهم. سلام على أم أدهم يا سميحة. سلام على أم أدهم. أدهم وطوء أو ملك. وطوء أو ملك. تغطي يا أم أدهم بقى. طبعا زي ما انتم شايفين يعني، طبعا دبه سميحه تستقبل زوارها بكل حب وفرحه، والزوار كمان يعني ايه يعني فرحانين بالدبه سميحه. شكرا مستمعين اليوم السابع، ومستمرين معاكم طبعا في لايفات ومن خليط الحيوان بالجيزه.